الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن مشروع قانون الموازنة لا يزال في أدراج ومسؤولية الحكومة ولم يصل إلى مجلس النواب، مؤكدة أنه من غير الممكن التكهن بسعر برميل النفط المعتمد ضمن الموازنة. وقال عضو اللجنة أحمد الجبوري أنهم ينتظرون تصويت الحكومة على مشروع قانون الموازنة، ومتى ما أفصحت عن السعر المعتمد لبرميل النفط سيكون هناك حديث بهذا الملف. وأضاف الجبوري أنه إذا لم تتشكل قناعة اللجنة المالية النيابية بالسعر المعتمد فإن اللجنة لها الحق والإمكانية القانونية بتعديله دون الرجوع إلى الحكومة. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 427,000 دينار، وسعر شراء 423,000. وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضا عند 397,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 393,000. وفي أربيل شهد انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 500,000 دينار، وسجل عيار بيع 22 460,000، وسجل عيار 21 440,000، فيما سجل عيار 18 375,000. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن رفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة أن التضخم في الأردن للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي بلغ 4.22%، لذلك يصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 نحو 271 دينارا. وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين حتى شهر تموز الماضي ضمن راتب الحد الأدنى للأجور السابق حوالي 150,530 مشتركا وفقا للمؤسسة. ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة في سوق تركز على آفاق انتعاش الطلب الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى التوقعات الاقتصادية العالمية قبيل أرباح الشركة. وصعد خام برنت 5 سنتات إلى 88 دولارا للبرميل بحلول الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و75 سنتا للبرميل. وبدأت أسعار النفط الخام في الأسواق الفعلية العام على ارتفاع، إذ ظهرت الصين التي لم تعد تعمل بقيود كورونا علامات على مزيد من الشراء، كما يخشى المتعاملون من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى شح الإمدادات. ارتفعت معدلات البطالة في أوكرانيا واحتلت حياة ملايين المواطنين بسبب تداعيات الغزو الروسي. وتقدر إحصاءات الحكومة الأوكرانية والبنك الوطني ووزارة الاقتصاد أعداد من خسروا أعمالهم ووظائفهم خلال عام 2022 بنحو 2,600,000 مواطن، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى 5 ملايين شخص. لكن إحصاءات أخرى في مراكز دراسات غير حكومية تشير إلى أن عدد من خسروا أعمالهم في القطاعين العام والخاص قد يصل فعلا إلى 10 ملايين نسمة، أي ما يعادل 28 إلى 30% من إجمالي عدد السكان حاليا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.